لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاوش. أهلا بكم سيدي. حياك الله. انطلاقا من تصريحات تحالف سائرون بشأن استمرار تلكؤ الحكومة في تطبيق برنامجها والذي سيؤدي إلى نتائج كارثية برأيها، كيف تقيم أداء برنامج حكومة عبد المهدي مقارنة بأدائها؟ يعني مثل نشوف أول حكومة بعد الاحتلال في 2003 أي مجلس الحكم، عندما بنيت العملية السياسية على المحاصصة الطائفية والأكثرية وأقلية، جميع العقلاء أجمعوا بأن لا هناك إصلاح في العراق في ظل هذا المشروع السياسي، وأن التغيير ليس بتغيير الوجوه بل إنما بتغيير المنهج والمشروع السياسي والدستور الذي خلق كل الكوارث في العراقيين. أما في ظل هذه الطبقة السياسية لا يوجد فيهم مصلح، وحتى وإن تغير عادل عبد المهدي، لأن الجميع مجمعين ومتنافسين على نيل السلطة ومن يكسب من ثروات العراق. وفي ظل صمت المرجعية وصمت المجتمع الدولي وصمت والتدخلات الإيرانية وسيطرة إيران وميليشياتها على الملف الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي بالعراق، لا حلول في العراق في ظل هذه الوجوه التي حكمت بعد 2003. إذا كان برنامج عبد المهدي جيدا كما يصوره تحالف سائرون، لماذا إذن تستمر التظاهرات التي تخرج في أغلب المدن العراقية تطالب بالتغيير؟ يعني أي مظاهرات وإن حصلت أي مظاهرات هي لم تجدي نفع، لأن ما دام هناك في الشعب العراقي وخاصة في جنوب العراق ووسطه جميع أبنائهم لكل عائلة مجند الميليشيات، وعندما تخرج هذه العشائر وهذه المدن إلى التظاهرات نفس أبنائهم يقمعوهم، فإن هناك لا حلول في العراق، وإنما يقال أو يروج له بأن هناك برنامج سياسي هو لا صحة له، ولا يوجد أي برنامج العفو خدمي يخدم الشعب العراقي. وهناك إثباتات طيلة 16 عام بأنه أثبتت بأن هذه الوجوه التي حكمت بعد 2003 يبدو عندما كانوا خارج العراق في ما يسمى بالمعارضة أنهم لم يفهموا إلا قتل العراقي واعتقاله واغتصاب أمواله وسرقة أمواله وكيف يعدمون الإنسان وهو على قيد الحياة. شكرا جزيلا لكم المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاوش، كنتم معنا عبر الهاتف.